نراجع على ما أخذنا ثم يعني بعدين نتفاهم عن الدرس الثاني. فكل واحد منكم يذكر لي فائدة. نبدأ باليمين. فائدة استفدناها اليوم؟ أن الناس ثلاثة أقسام في حفظ القرآن. أن قسم الناس تجاه حفظ القرآن لطرفين وسط، والمتبع حقا للسلف لا بد أن يحفظ في كل يوم لزاما عليه إذا كان على السلف، على طريق السلف، وفي كل يوم ينظر في تفسير هذه الآيات واستعين بالله على العمل. وأقل ما يقرأ في التفسير الفاتحة من الضحى للناس، وتفسير الإمام بن سعدي عبد الرحمن عبد الناصر بن سعدي، لأنه تفسير مختصر واضح، وألف هذا التفسير حتى نعمل بالقرآن. نعم. أنواع التوحيد كم؟ ثلاثة. توحيد وتوحيد الربوبية، توحيد أسماء وصفات. أي أنواع التوحيد هذه الثلاثة التي يعني أقر بها الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي توحيد الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقروا بنوع من أنواع التوحيد الثلاثة؟ نعم نعم، أقروا بتوحيد الربوبية. تخاصم عليه الصلاة والسلام معهم في أي توحيد؟ الألوهية. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا عابدوا ما عبدتم. إذا لو أتى إنسان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية إلا عبادة واحدة، مرة واحدة فقط، مرة واحدة في حياته ذبح للقبر ذبابة، قرب ذبابة للقبر، أشرك شرك أكبر، ووافق الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تنفع العبادات كلها، صح؟ نعم. طيب غيره. الإيمان ما هو؟ قول باللسان واعتقاد بالقلب، عمل القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. التوحيد هو توحيد القلب وقول اللسان وعمل يثبت القول. هل يصح أن يعتقد دون أن يعمل؟ لا أبد. بس يكون فقط الإسلام. طيب يعتقد دون أن يقول بلسانه؟ لا. على هذا من؟ أئمة الكفر وجحدوا به استقالت أنفسهم. طيب غيره. نعم. معنى لا إله إلا الله، لابد في معنى لا إله إلا الله من نفي وإثبات كفر وإيمان، تخلية قبل التحلية، لا معبود بحق إلا الله. عندنا قاعدة قبل هذا السؤال، اليهود والنصارى كفار أو لا الذين في الزمن الآن؟ من الذي يعرف؟ اللي يقول يهود ونصارى، آخر مرة، اليهود والنصارى يعني لو وجدنا اليوم يهودي على مثل ما كان عليه موسى عليه السلام لما غير حرف، وقالوا عندهم فرقة كذا ما أدري عنها. نعم نعم، أقول على مثل ما عليه موسى عليه الصلاة والسلام. سبحان الله. ها نعم يا أخي. طيب هو اتبع دين موسى مو دين الإسلام؟ الإسلام دين موسى عليه. سؤال. إسلام خاص، إسلام العام كل ما جاء كل. طيب لا تزعل علي، لا تزعل علي. هو الاستدلال بهذا قال إسلام وموسى مسلم عليه الصلاة والسلام، نبغى دليل خاص. نعم. على تكفيرها. نعم دليل خاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يسمع به يهودي، قال والذي نفسي بيدي، أقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صادق بلا قسم، والذي نفسي بيدي لا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به. إذن كل من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كان من كان. قلنا في معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، تكفر بجميع معبد من دون الله منذ مجرد ما بعث عليه الصلاة والسلام، نسخ كل شريعة كانت قبل. نعم. فاليهود والنصارى الذين بلغتهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه وفي زمن اليوم بلغتهم الدعوة ولم يؤمنوا، كفار حتى هم كانوا على مثل ما عليه موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. طيب غيره. نعم. أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان. في العادة أن نذكر هنا عند إقام الصلاة يعني شيء من الرواتب. من يعرف السنة الرواتب؟
سنن رواتب. سنن رواتب يعني مرتبة مع الفرائض، تأتي مع الفرائض. ما هي؟ ماذا نصلي مع الفرائض إخواننا؟ سبحان الله، ها مركز أهل الأثر، ما أعرف والله. ها بسم الله، يلا يا شيخ. ركعتين بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب. هذا جيد، يبدأ بالظهر. لماذا؟ اصبر يا أخي، أنا معك. يبدأ بالظهر لأن أول صلاة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فتح الله عليك. نعم، ركعتين بعد المغرب. قبل الظهر كم ركعة؟ قبل الظهر ركعتين. ما حد يتكلم، ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد الظهر، أو أربع ركعات. إذا حسبنا السنة راتب 10 ركعات تكون هذه ركعتين، وإذا 12 ركعة أربع ركعات. والعصر ليس له سنة راتبة، لكن يصح أن يصلي قبل العصر أربع. بعد المغرب ركعتين، بعد المغرب بعد العشاء، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل المغرب، وركعتين قبل الفجر. طيب، هذه السنة الرواتب. ركعتي الفجر لها مميزات عن بقية الرواتب، مميزات، مو مميزة، مميزات. بسم الله، تذكر خمس إن شاء الله لي، أو أربع. واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركها لا في حضر ولا في سفر. طيب الثاني، سبحان الله. في الأجر وفي الفضل أفضل، جاء في فضلها ما لم يرد في هذه الأكثر، يعني في الفضل. قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقولون لك بنعطيك أموال الدنيا كلها، هذه ركعتين أفضل من هذا، لا تتركها أبدا، خير من الدنيا وما فيها. بعده، سبحان الله أخوانا، ما يصلح العلم هذا. واحدة كل فائدة واحدة كل، نعم، أنها تقضى، وهذاك تقضى، حتى الثاني تقضى، ما في فرق. بس هذا اثنين لها قراءة خاصة، قل يا الكافرون، قل هو الله أحد، صحيح، تخفف دون الإخلال بالصلاة أو عدم اتيان بالأركان. نعم، وثبت هذا الأمر الخامس، ثبت فيها أن فيها اضطجاع، لكن في البيت اضطجاع على الشق الأيمن، لكن هذا في بيته، هذا عن بقية السنة الراتب. طيب ما علينا، يبقى معنا الكلام عن الوتر. من يعرف؟ إخوان اللي يعرف يرفع إصبع، ما نريد أحد يتكلم. كم عدد ركعات الوتر؟ أقل الوتر كم؟ بسم الله، اصبر. نعم، ركعة. خطأ اللي يقول ركعة، خطأ. في أحد عنده غير ركعة؟ نعم، ثلاث ركعات. هذا أقل الكمال. أقل ماذا؟ أقل الكمال، هكذا يقول العلماء، يعبر العلماء، يقولوا أقل الكمال ثلاث ركعات. نعم، وأقل الأقل ركعة. قال الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة، قال من ترك الوتر، أقل الأقل ركعة، من ترك الوتر أي ركعة وهو يقدر عليه، أقول ما يقدر على ركعة، فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة، يعني فاسق. من ترك الوتر وهو يقدر عليه فهو امرؤ سوء لا تقبل له شهادة، مفهوم؟ نعم، نعم. لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الوتر لا في حضر ولا في سفر. طيب، ما أسمع شيء، أنا ما أسمع شيء. شيخ بدي أسألك سؤال، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أخوي أجيب لي عصا. طيب، يبقى إلى العصر الساعة، المغرب الساعة كم؟ والساعة كم الآن؟ أذن 7:30.